محطتنا الأخيرة لعلم الطاقة، وكتير بنسمع عن الشاكرات وهالات الطاقة يلي بتتكون من عدة ألوان، وكتير من الأشخاص بيتأثروا من مراكز الطاقة الخفية بالجسم. أكيد نور، شو هي الشاكرات وشو تأثيرها على الجسم؟ كيف ممكن نشحنها بالطاقة الإيجابية؟ مواضيع رح نتعرف عليها أكثر مع خبيرة الطاقة يسرى يوسف. أهلا وسهلا فيك، يسعد أهلا وسهلا صباحك. فيكم ويسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك. صباحكم بالبداية خير. خلينا نتعرف على الشاكرات السبعة اللي هن يمكن نقط أساسية بالجسم من خلالها يمكن هن بنستمد الطاقة أو بناخذ الطاقة. أكيد. هلا نحن بنعرف إنه كلمة شاكرات هي كلمة سنسكريتي من لغة أو من ثقافة هندية، والشاكرات معناتها التموج او الحركه اللي بتصير فيها مثل العجله او مثل الدوامه، وباللغه العربيه الفصحى بناخذها على طريق مقامات. فالشاكرات هي تجمع الطاقه بجسم الانسان وطرق تمركز الطاقه او مسارات الطاقه، وتبدا من اسفل الظهر حتى منتصف الراس عمود الفقري، من اسفل العمود الفقري لأعلى قمة الرأس. والشاكرات نحن بنعرف الشاكرات الأساسية هي سبعة، في عندنا شاكرات كتير، في شاكرات ثانوية وفي شاكرات أساسية، ولكن نحن بناخذ الشاكرات الأساسية اللي هي السبعة، يلي بتبدأ من شاكرة الجذع، شاكرة السرة، الضفيرة الشمسية، وشاكرة القلب، والحلق، والعين الثالثة، والتاج، تنتهي في قمة الرأس. طيب خلينا نحكي شوي عن آلية عمل كل شاكرة وتأثيرها، لأي درجة ممكن تأثر هي الشاكرات على حالتنا الصحية؟ الشاكرات تبدأ، نحن حكينا من أسفل الظهر، في عندنا شاكرة الجذع أو القاعدة اللي هي بتربطنا بالأرض، بتربطنا بالمكان اللي بنولد فيه، اللي بيكون في علاقتنا مع المحيطين. إذا كانت علاقتنا قوية مع الأهل، مع الأصدقاء، مع المحبين، بتكون شاكرة كتير قوية، لونها بيكون أحمر، وعلاجها بيكون بأي شيء من الخضار أو الفواكه اللي لونه أحمر. فنحن لما بيكون فيها تعب أو خلل بنشحنها باللون المناسب لها عن طريق الطعام أو عن طريق حتى المشي. اللبس يمكن، نعم، يعني اللبس، حتى اللبس بعد إذا طبعا، الواحد حتى بيقوله اللبس. كان حاسس بوهن أو تعب جسدي ولبس لون أحمر معناته عم بيعالج الشاكرة. إيه طبعا بيعالج الشاكرات، لأنه كل لون، كل شاكرة إلى لون معين بنعالجه عن طريق لبس اللون أو الطعام يلي لونه مناسب للشاكرة أو عن طريق التأمل. فشاكرة الجذع أو القاعدة إذا بدنا نعالجها وكان فيها خلل، فهي عن طريق المشي، ونحن حافين القدمين أو شالحين من رجلنا، من قوية، وبتصير اللي بتكون عنده شاكرة الجذع قوية بيكون قريب من الأهل، قريب من الأصدقاء، بيحب كل شيء قديم، بيكون عن بيت أهله مرتاح جدا جدا. هلأ بنشوف نحن أنه الشاكرة إذا كان فيها خلل، لاحظي على اي انسان بيكون علاقته سيئه مع اهله، او مثلا بيقول لك انا ما حبيت فوت على البيت فبدهم يمشوني على نمط معين او كذا، بيكون ترك البيت ومشي، بيكون عنده خلل بالشاكره. بناخذ الشاكره الثانيه اللي هي شاكره السره او شاكره الجنس، تحت السره بخمسة سنتيمتر، لها علاقه بالجنس عند المراه والرجل، طرق التكاثر، بيكون كمان إذا كان فيها خلل بيكون بتساوي عقم، بتساوي قلق، بتساوي اضطرابات نفسية. كمان لونها بيكون أورنج، وأي أطعمة لونها مثل اليوسفي مثل البرتقال بنعالجها باللون المناسب، الأورنج أو الأطعمة المناسبة. كمان بنذكر من الشاكرات الضفيرة الشمسية يلي بتكون هي بأعلى المعدي، عفوا أعلى الصدر، القفص الصدري، توصل للمعدي، بتكون كمان مسؤولة عن حالات القلق اللي بتصير معنا، عن الأمعاء، عن الآثار النفسية، عن الخوف. إذا كان فيها خلل بتساوي معنا كتام، بتساوي اضطرابات نفسية. إذا إنسان بيكون متضايق كتير او تعرض لموقف فبيقول لك انا امعائي صار فيها شيء، بدي فوت على الحمام او اي شيء، يعني الاضطرابات النفسيه اللي بتصير بيكون لها علاقه بشاكره
الضفيرة الشمسية. وهذا بدي اسألك عنه، قديش فعلا يمكن الشاكرات بيأثروا على الحالة النفسية للشخص؟ قلت يمكن الضفيرة الشمسية هي المركز الأساسي. طبعا الضفيرة الشمسية هي المركز الأساسي ولونها أصفر، وتعالج بالأطعمة الصفراء أو باللبس الأصفر كمان. طب كيف فينا اليوم نشحن الشاكرات السبعة بالطاقة الإيجابية؟ يعني اليوم بتلاقي في كثير من الظروف يمكن النفسية والمادية بتأثر على شخصية أو على النفسية بشكل عام. شحن الطاقة الشاكرات أو معالجة الشاكرات إذا كانت إذا كان فيها خلل أو كان فيها تضخم، الماستر هو بيعرف شغله اكيد. اذا ما قدرنا نروح لعند الماستر او معالج، بامكاننا نحن عن طريق اللبس، عن طريق الاطعمه، اليوغا او التامل. نعطي امثله مثلا انه اللبس شو هي الالوان اللي حسب الشاكره او حسب الخلل بالشاكره اللي يعني بيعاني منها. احنا كيف بدنا نشحن شاكراتنا بشكل عام؟ انت مثلا فرضنا انسان ما بيعرف عن هالعلم وتعبان كثير، فما راح يعرف الالوان. نحن بنعرف انه المعالج وصل لدرجه انه يشوف الشاكره وتضخم الشاكره اذا كان فيها خلل. الانسان العادي عن طريق التامل بامكانه يروح على بحر، على بستان، على اي مكان فيه خضار، بيعمل تنفس طاقه سبعه بسبعه وبيغمض عيونه مثل التامل، يعني بيدخل بمرحله استرخاء وبتنشحن طاقته بدون ما يعرف، بيرجع بيقول لك انا ارتحت نفسيا. فهو بيكون شحن وعالج شاكراته بدون ما يشعر. طيب يسرى، عاده الناس باوقات ممكن يختلط مع الموضوع، ممكن تتعرض مثلا لاكثر من مشكله يكون فيها مثل ما قلنا اكثر من شاكره، يمكن طبعاً فيهم طبعاً مشكله. بهذا الشيء شو ممكن يساوي الشخص؟ يفضل يبلش بعلاج انه شاكره بالبدايه؟ اختلال بالشاكرات احيانا يصل الانسان لدرجه الانتحار، يعني او درجه الاكتئاب. واذا دخل باكتئاب، نحن بنعرف انه نهايه الاكتئاب هو الانتحار، بيكون عنده خلل بشاكره العاطفه، او بتكون كذا شاكره عنده تعبانه، فاجباري لازم يروح على اماكن فيها خضار يشحن طاقته، او لعند معالج. ما بظن انه يروح لعند طبيب نفسي لانه بده ياخذ دواء اكيد. فنحن بنعالج بالالوان، بالاكل، بالشرب، بالمنتزهات، افضل ما يروح ياخذ دواء ويتعب اكثر ما هو تعبان. طيب قديش فعليا يمكن في شاكرات اساسيات؟ نحن عم نقول في سبع شاكرات لكل شخص، بس يمكن تختلف الشاكرات الاقوى عند الاشخاص من شخصيه لشخصيه او من برج لبرج، فينا نقول، ولا ما لها علاقه؟ ما لها علاقه الشاكرات، بس بقدر ما بتكوني مرتاحه وايجابيه بتكون شاكراتك قويه. رح تختلفي اكيد عن الانسان الثاني اللي بيكون محطم نفسيا او تعبان نفسيا. الشاكره اللي بتاثر اكثر شيء هي شاكره العين الثالثه او التاج، الاورا، او مثلا فينا نقول شاكره القلب. فانت اذا انت كنتي انساني، ما بدنا نقول انساني قاسي او انساني لين زياده، يعني بدنا حد وسط. شاكره القلب لازم تكون ايجابيه معك، وبامكانك تتخلصي من شيء اسمه اكتئاب او وجع قلب او اي شيء. يعني كل شاكره لها شغله بالمنطقه اللي هي متواجده فيها، محيطه فيها. ايوه. طيب كمان كثير اوقات بنسمع نور عن الاشخاص اللي هن بيكونوا بيشتغلوا، اول ما بيشتغلوا على شاكره الاورا او شاكره الحكمه، العين الثالثه. هل هذا الشيء صح ولا نحن لازم نتدرج نبلش من اسفل الى الاعلى؟ بس تعيدي سؤالك، هل لازم نبلش بالشاكره الشاكره الاورا وتنميتها، ولا نبلش مو بالعلاج، مو شرط علاج، بمعرفتها اكثر، معرفه وظائفها، بتنميه قدرتنا على التحكم بمثل هي الشاكرات؟ الشاكره شاكره العين الثالثه بتكون بين الحاجبين، وفي عندنا شاكره التاج اللي بعلى الراس، فالتنتين قويات جدا جدا. قليل من الناس يلي بتوصل لشاكره التاج يلي هي بقمه الراس، بتكون قريبة من رب العالمين كتير. بيكون إنسان صافي النوايا، بيكون إنسان محب، أو بتقولي بوجهه نور، بتكون عنده شاكرة كتير نظيفة. العين الثالثة هي بتكون للتصور والتخيل، فإحنا إذا بدنا ندخل بالشاكرات كيف بدنا ننظفها أو كيف بدنا نشتغل فيها، يعني يفضل من تحت لفوق بيكون أحسن. من الجذع أو من القاعدة للشاكرة اللي فوق.
طيب بالختام نصائح عامة بتحبي توجهيها لكل متابعينا حول الشاكرات السبعة؟ مثل ما قلتي يمكن الطاقة الإيجابية هي بتلعب دور الحالة النفسية ايه طبعا، للشخص. ايه طبعا. اذا بدي اوجه اي شيء كملاحظه او ك تفاؤل، اهم شيء يعني ما نرضخ او ما نغلط بشيء اسمه مثلا سمعنا خبر او نحن ضلينا بموقع تعبانين او الروتين، نغير من حياتنا. فرضنا انتم كمان يعني مثلا انه اليوم عندكم دوام فرايحين جايين على الدوام، تعبت نفسيتكم، بخلص من هون بروح مثلا على بستان من هون، بقعد انا ورفيقتي من هون. يعني اهم شيء التفاؤل بيشحن الطاقه الايجابيه وتغيير المكان. أكيد يعني بدنا اكيد. نتشكر وجودك معنا اليوم، وكثير من النصائح المفيدة يلي وجهتيها يمكن لكل يلي عم بيتابعونا، وإن شاء الله نهارك يكفي بطاقة مثل اللي منحتينا إياها. الله شكرا يخلي لك لك يا رب. شكرا كثير خبيرة لكم. الطاقة يسرى يوسف، شكرا على وجودك معنا. شكرا لكم.